إذن متابعي قناة شوف تي في، كنعود لكم من جديد بطبيعة الحال. كما كتشوفوا كنتواجدوا حاليا بالقرب من المركب التجاري البلدي أو سوق الدروج أو المركب كما يحلو للساكنة مناداته. بطبيعة الحال كما كتشوفوا حاليا يتم تعقيم هذا المحيط نتاع هذا الشوارع المحادية للمركب التجاري. بطبيعة الحال تم تعقيم المدخل ديال هذا السوق هذا ومجموعة من الاماكن اللي كتعرف واحد اقبال كثيف للساكنه. بطبيعه الحال هذا يطرح سؤال على نطرح سؤال بطبيعه الحال، واش قربوا يفتحوا المحلات هنايا في مدينه الناظور ديال الملابس الجاهزه ولا مازال؟ اذا هذا السؤال غادي نتعرفوا على الاجابه ديالو ان شاء الله في الايام القليله المقبله بطبيعه الحال. كما كتعرفوا انه مجموعه من المحلات التجاريه هذه اغلبيه ديال تقريبا ديال شي تقريبا يعني شهرين ونص يعني ما حلوش هاد المحلات هادو. بطبيعه الحال اضطروا بزاف من هاد العمليه هذه، لكن ربما ان شاء الله في الايام القليله المقبله يعني تعود الحركه وتعود التجاره للمركب التجاري كومبلكس كوميرسيال او سوق الدروج كما يحلو كذلك لساكنه مدينه الناظور مناداته. بطبيعه الحال تيتم التعقيم ديال هذا الشارع ديال الحسن الثاني يعني بشكل كامل. اذا كما قلت لكم كنتمنوا انه يعني في الايام القليله المقبله ان شاء الله يتفتحوا هاد المحلات هادو باش تعود الحركه. بطبيعه الحال كاين اخبار تاتينا من مدينه وجده على اساس انه ربما المحلات ديال مدينه وجده غادي يتحلوا ان شاء الله في الاسابيع القليله المقبله او الايام القليله المقبله. وهذا الشيء بغينا اخواني اخواتي اننا نشوفه ان شاء الله. اكيد خويا كمال زروالي كنتمنى ان شاء الله ما بعد التعقيم تكون اخبار بطبيعه الحال اخبار مفرحه من عماله اقليم الناظور. ان شاء الله ربما في الايام القليله المقبله يعني يحلوا هاد المحلات بطبيعه الحال ديال الملابس الجاهزه. هذا هو السوق المرتب التجاري بطبيعة الحال، حل فقط اصحاب المواد الغذائية اللي كاينين هنا في الاسفل هنا في لاكاف هنايا. اما الملابس الجاهزة ما حلش حاليا، كنتمناو في الايام المقبلة. كذلك المحلات ديال اصلاح الهواتف يعني ولات محلولة هنا في مدينة الناظور.
خويا زايد كنستناو القرار الرسمي، والقرار حاليا ما كاين شي قرار يعني اللي هو موثوق واللي هو رسمي حاليا، ما كاين حتى شي حاجه، في انتظار الخبر الرسمي ان شاء الله في الايام القليله المقبله. هاد المناطق هذه كتعرف واحد الحركه كبيره ديال المواطنين والسيارات الى غير ذلك، فبالضروري انهم يعقموها، يعني حتى ولا كان شي استعداد ديال فتح المحلات الى غير ذلك فالكل يكون جاهز بطبيعه الحال. اذا هذا هو السوق المركب التي تعتبر من بين اكبر الاسواق ديال الملابس الجاهزه. نتمنى ان شاء الله نسمعوا اخبار الخير. اذا كما كنتوا الاخبار كانت معكم دائما قناه تي في هنا من مدينه الناظور، وبالضبط هنا من شارع الحسن الثاني المؤدي الى المحطه السلكتيه بطبيعه الحال، والمحادي كذلك لسوق المركب او المركب التجاري. اذا كما شفتوا هذه الشوارع كاملين انهم تعقموا ولله الحمد، كما كتشوفوا عملية تعقيم شملات هذه الشوارع المؤدية إلى السوق بطبيعة الحال، السوق اللي فيه واحد الكثافة سكانية اللي هي كبيرة، وكنتمناه إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة أنه تعود المياه لمجاريها بإذن الله.